السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب. الخميس اللي فات يعني كانت ضيافة فرحانة بعائلتي وبحبابي، وإذا بها ذاك النهار يعني هو اللي غادي يصادف نتائج البكالوريا، فكانت الفرحة فرحتين والتالي فرحة عامة بنجاح وليدات العائلة كاملة. يعني كان هذا النهار وأنا كنحضر يعني صورت بالنهار، صورت هذه الضيافة ويعني وكيفاش غادي نوجدها وكيف باش يستافدوا الأخوات، كيف ولفت دائما تنصور لكم يعني الحوايج اللي تنوجد في البيت. واذا بها مع غنحط طبله مع تعطاو النتائج ديال البكالوريا، فكانت الفرحه فرحتين وما تصوروش الاجواء اللي كانت عندنا داخل البيت، ويعني وبنجاح الوليدات كاملين يعني وليدات حبابنا وهذا كاملين، كانت واحد الفرحه الله يحرم منها كل من هو حبيب. غادي نقسم الفيديو باش ما يجيش طويل، غادي نقسمه على جزئين. الحلقه ديال اليوم غادي تكون خاصه بطريقه تحضير هذه السلطه، يعني كيفاش حضرتها للضيافات والمناسبات، والجزء الثاني طريقه تحضير الدجاج المدغمر المحمر على الطريقه المغربيه. لتحضير السلطه غادي نحتاجوا الخضر التاليه، يعني الخضر لكم الاختيار شنو ما عملتوا في الخضره راه كتجي رائعه في السلطه تجميع. هنا عندي البنجر او الباربه مسلوقه بطبيعه الحال وقطعتها قشره مسلوقه وقطعتها بهذا الشكل. هنا عندي البروكلي، انا سلقته دوزته في ماء غليان، وهاد الخضر يعني الا سلقتوهم بخروهم من الاحسن، واذا سلقتوهم مباشره من ماء السلق الماء بارد من الثلاجه. هنا عندي البروكلي وانا شويه فوت ليه الطياب. هنا عندي اللوبيا خضراء كلهم يعني مسلوقين في ماء مملح. هنا عندي البطاطا ايضا. هنا عندي طوماط سوريز، الخيار، طونه. دي سلطه اللي غادي نعملوه من الملفوف الاحمر والجزر، هذه كتجي رائعه، السلطه كتعجبني بزاف، المزيج بين هاد المكونين كتجي بهم سلطه رائعه، وبطبيعه الحلاوه كتجي غزاله. عندي بيض سمان هنا يعني في الوسط غادي نعملو. هنايا عندي الفيرميسال الشعريه الصينيه، بكيه كبيره ديال الفيرميسال دوزتها في ماء غليان وقطعتها يعني صفيتها وقطعتها مع الشاركوتري. بطبيعه الحال مايونيز والفينيغرات. صافي دابا غادي نشوفوا المونتاج ديال لا سلطه على هاد الشعريه الصينيه ولا شاركوتري، يعني ممكن تعملوا اي نوع كيعجبكم. غادي نعمل جوج علب ديال الطونه، مع لا فينيغرات يعني ثلاثة المعالق كبار تقريبا القياس اللي غادي يخصني. وعندي هنا معلقة كبيرة ديال المايونيز. معلقة كبيرة عامرة حتى لزوج ديال المايونيز. وغادي نخلط هاد المكونات كاملة. نفس الشيء بالنسبة للوبيا خضراء، يعني أيضا واحد معلقة ديال المايونيز ولا فينيغرات. الخضر كاملة غندوز لهم يعني جوج معالق حقهم ديال المايونيز، معلقه معلقه ولا فينيغرات، ونخلط. هذه ممكن نضيفوا لها بقدونس، يعني كيجي بها البقدونس زوين، وممكن حتى الثومه، واحد الفص ديال الثومه محكوك. يعني كناخذوا جوج خبيزات صغار بهذا الشكل، غادي نغلفهم بالفيلم اليمونتي بالطابي اليمون. انا حطيتهم هكذا مراكبين. كنحصلوا على هذا الشكل. غادي نبدا ناخذ طوماط سوريز ونبدا نعملهم في الكيردون بهذا الشكل ونتك. كناخذ الزيتون اسود ايضا بنفس الطريقه وكنبداو نتكوه.
بنفس الطريقة كناخدو قطع ديال الجبن يعني كتقطعوا الجبن الأحمر مربعات بهذا الشكل وكنبداو نتكوه أيضا بنفس الطريقة. بنفس الطريقة وجدت يعني لا شاركوتري أيضا عملت منها بحال ما هكذا في الكوردون بيض سمان، يعني كتحاولوا تعملوا كل صف على حدة وكتنوعوا الألوان باش كيجي هاد المجسم يعني كيجي شكله رائع. وعملت يعني إناء كنوضع هاد وسط السلطة في فين الوسط غنحط كيف كتعرفوا، هاد هذه ديال لا السلطة فيرميسيل. ديال الفيرميسيل ولا شاركوتري، وأنا كنزل في هاد السلطة يعني كانوا النتائج تيتعطى وكتسولي يعني على هذا واش داز وهذا واش نجح. راكم عارفين الاجواء كيفاش كتكون، يعني ما تصوروش كيفاش نزلت هذه السلطه وكيفاش حضرتها، لكن على العموم يعني جات رائعه في المذاق وحتى في الشكل ديالها. ولو كنت متخيله يعني غننزلها بشي طريقه ما نعرف، لكن جات رائعه ولذيذه على العموم، وروعه النجاح كانت اروع بنجاح وليدات العائله كامله، وفرحونا كاملين ولله الحمد. وكتبداو تنزلوا الخضر ديالكم يعني متخالفين كل حاجه في ركن يعني، وكتلعبوا بالالوان يعني البنجر مع اللوبيا خضراء مع البطاطا مع السلطه ديال الكروم او الكروم البنفسجي والجزر ايضا كتجي رائعه، طيبات مختلفه والوان مختلفه، وكتزينوا بها الطبق ديال السلطه ديالكم. كتجي يعني سلطة سهلة في التحضير ديالها يعني وفي المتناول، وحتى يعني التكلفة ديالها بسيطة وكتجي راقية ومذاقها رائع جدا. ايضا البطاطا كتوضعوا لها المايونيز ولا فينيغريت، وممكن يعني تعملوا فيها حتى رشة ديال الكمون والبقدونس. بالنسبه لهاد السلطه من بعد ما عملت الفينيغرات ايضا كنضيف لها واحد معلقه حتى لجوج ديال سكر سنيده، يعني كيجي الطيبه ديال الحلاوه والملوحه كتجي رائعه في هاد السلطه. وتنخلطوا ديالنا بعد ما كملت التشكيل ديالها زينت يعني هنا جناب برقائق ديال الخيار وهاد لي ترونش ديال الفرماج الجبن والكاشير، ايضا هنا عملت وريضات بهاد الشاركوتري، وهنا عملت لهم كقاعده الفجل والطوماط سوريز يعني وعمرت بهم هاد القناص هكذا. هذا هو التزيين ديالها النهائي، بطبيعه الحال كتكون مرافقه بصلصه المايونيز والفينيغرات. وهذه هي السلطه ديالي بعد ما كملت التحضير ديالها، كيجي شكلها جميل ومذاقها رائع ومتميز. نتمنى هاد الاقتراح اللي عطيتكم اليوم يعني يروقكم تستافدوا منه وتجربوه في بيوتكم وتاكلوها بالصحه والهنا. وفي الحلقة الموالية بإذن الله غادي نشوفوا طريقة تحضير الدجاج المحمر يعني بالتغميرة على حقو طريقو، يعني كيجي روعة أيضا وطبق رائع جدا. وبهاد الحلويات يعني كملت فرحتنا مع وليداتنا ونجاحهم. نتمنى يعني هاد الحلقة اللي عطيتكم اليوم ترقكم تنال استحسانكم ورضاكم. وكالعادة إذا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ما تنسونيش من دعواتكم ديال الخير، عملوا لي لايك شاركوني بتعليقاتكم وانضموا للقناة ديالي، وشكرا للمتابعة.